التطبير بين المشروعية والتبرع بالدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على جد الحسين وعلى أبيه وأمه وأخيه، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لقد ذكرنا في أكثر من مقام موارد مشروعية التطبير، وفي هذا المقام نلزم أعزاءنا بعدم التطبير، ومن كان في نيته التطبير وكان عاقد العزم عليه فليتوجه إلى أي مشفى أو مركز صحي للتبرع بالدم لمن يحتاجه من المرضى الراقدين ومن جرحى التفجيرات الإرهابية ومصابي قواتنا المسلحة التي تقاتل الإرهاب. وأما من صار التطبير واجبا عليه بعنوان ثانوي وكانت نيته خالصة لله تعالى وخالية من الرياء، فليقم بذلك في بيته أو أي مكان بعيدا عن مرأى الناس، وستكون هذه فرصة مناسبة لمعرفة أن ممارسته للتطبير هل للعادة والواجهة والرياء أو أنها خالصة لله. ونسأل الله التوفيق للجميع وقبول الصلاة والزيارة وصالح الأعمال. المرجع الأستاذ السيد الصرخي، 8 من محرم الحرام لعام 1439 للهجرة، 29 من أيلول لعام 2017 للميلاد.